أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أشرف الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، طلبتنا الأعزاء في جامعتنا الغراء جامعة الإسراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع مساق مبادئ الإدارة العامة الذي نتحدث به إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء المسجل، والفصل 11 بعنوان الإدارة المالية العامة. هذا الفصل من هذا المساق المقرر على طلبة قسم إدارة الأعمال في كلية العلوم الإدارية والمالية في جامعة الإسراء للعام الدراسي 2020-2021. اليوم بإذن الله تعالى تحدث والفصل الأخير من هذا الكتاب المقرر لهذا المساق، تحدث عن الإدارة المالية العامة. سنتحدث بإذن الله تعالى في هذا الفصل عن الضريبة، تعريف الضريبة بالإضافة إلى فروضها وأنواعها، ثم نتحدث عن الموازنة العامة كأداة على المالية العامة، والدين العام من حيث التعريف والمصادر والمحاذير. على بركة الله نبدأ ونقول أنه عندما نتحدث عن الموازنة العامة بشكل عام، فإننا نتحدث على أساس تنظيم مالي يتقابل فيه كل من جانبي النفقات والإيرادات. كما هناك موازنة عامة للشركات، هناك موازنة عامة للحكومات والدول. في الموازنة فيها جانبين، جانب نفقات وجانب إيرادات. يحدد العلاقة بينهما بحيث يتم توجيهها لإنجاز أهداف السياسة المالية، ولأجل أهداف وغايات قيام الدولة بدورها في خدمة المجتمع. فإنه ينبغي على الجهة التي تقوم على التخطيط أن تمارس نوعين من التقدير والتوقع. حديثنا عن الإدارة المالية العامة، تكلم عن الضريبة من حيث التعريف والفروض والأنواع. الضريبة هي فريضة مالية نقدية تستأديها الدولة من الأفراد بدون مقابل، يهدف تمويل العامة أو بهدف تمويل أنشطة العامة وتحقيق الأهداف النابعة من مضمون فلسفتها السياسية. فريضة مالية على الأفراد، تأخذها من الأفراد بدون مقابل لتمويل الأنشطة العامة وتحقيق الأهداف التي تحمل مضمون فلسفة سياسية. بتعبير آخر، فإن الضريبة هي فريضة مالية يدفعها الفرد جبرا إلى الدولة من أجل المساهمة في التكاليف والأعباء العامة وبصفة نهائية، دون أن يعود عليه نفع خاص مقابل هذه الضريبة. يعني الضريبة ما في نفع خاص يعود على الأفراد مقابلها. فروض الضريبة: الضريبة كما قلنا مبلغ من النقود فيه اقتطاع نقدي. في العصر الحديث استيلاء الدولة على مال غير نقدي خرج الأمر من نطاق الضريبة. إذا تمت استيلاء على أمر مال غير نقدي هذا ليس بضريبة، لأن الضريبة مبلغ من النقود يؤخذ جبرا بدون نفع خاص للمواطن. أصبح إذا سيطر على أملاك على شيء غير نقدي، مال غير نقدي، فإن ذلك يصبح مصادرة بالنسبة للمنقولات. ثم من فروض الضريبة زي ما عرفنا أنه أولا هي اقتطاع نقدي، مبلغ من النقود وليس عيني، أن الضريبة فريضة إجبارية، فيعد فرض الضريبة وجبايتها عملا من أعمال السلطة العامة، بمعنى يستند إلى الجبر، ويعني أن النظام القانوني للضريبة هو اختصاص أصيل للدولة، لا يجوز أن يكون محل الإنفاق بين الدولة والأفراد. إذن ما في اتفاق عليها، محل خلاف ونزاع واتفاق، هي جبرا واختصاص وحق أصيل للدولة. ثم إن سعر الضريبة والمكلف بأدائها
وتحصيلها وتحديد وعائها يتم بإرادة الدولة المنفردة. الدولة هي التي تحدد السعر والوعاء الذي تفرض عليه الضريبة لأنها إجبارية. عند امتناع الأفراد عن دفع الضريبة يتم اللجوء إلى وسائل التنفيذ الجبري في تحصيلها من أموالهم. هذا يعني أن عنصر الإجبار الذي تتميز به الضريبة هو إجبار قانوني غير معنوي. إذن فروض الضريبة أولا مبلغ نقدي أنها إجبارية، ثم أن الضريبة كفرض ثالث هي فريضة ذات أهداف، منها أهداف مالية التي تعنى بتغطية النفقات العامة للدولة التي تحتاج إليها لتسيير مرافقها العامة وتسوغ عندهم الالتجاء إلى الضريبة، ومنها أيضا أهداف اقتصادية واجتماعية حيث ينتج من الضريبة آثار اقتصادية واجتماعية لا يتعدى كونه نتيجة وليست غايات مقصودة، حيث أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت المالية العامة حول الآثار التلقائية حولتها إلى آثار مقصودة. التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي فرضت المالية العامة حولت الآثار التلقائية إلى آثار مقصودة. إن غايات الضريبة تتحدد دائما في ضوء هذه الغايات الاقتصادية للدولة التي تحدد في ضوء الوراء السياسي والرؤية السياسية والفكرية للدولة التي ترمي إلى تحقيق الغايات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمالية. الفرض الرابع وهو أن الضريبة فريضة بدون مقابل. من خصائص الضريبة أنها تدفع بدون مقابل، دافعها لا يؤديها لغرض الحصول على فائدة خاصة، عليه يدفع الفرد الضريبة بوصف عضوا في جماعة سياسية معينة تربط بها روابط عديدة وأن يتحمل نفقاتها العامة. أيضا يمكن أن نقول أن مقدار الضريبة لا يمكن أن يحدد بالاتفاق بين الدولة والفرد، ما في المقدار والسعر والوعاء اتفاق عليه أو لجوء الاتفاق مع الفرد، لأنه إيه هذه فريضة حق أصيل للدولة، اختصاص للدولة، تنفرد الدولة باعتبارها صاحبة السلطة في هذا الاختصاص. يتوقف طبعا مقدار الضريبة على أساس المقدرة التكييفية وحدها، والدولة هي التي تحددها ولا تلجأ إلى الاتفاق مع الأفراد بخصوصها، لتفرض على أساسها الضريبة. إذن لدينا أربع فروض للضريبة. أولا هي مبلغ من النقود ليس عينيا، أن الضريبة إجبارية، أن الضريبة لها أهداف اقتصادية واجتماعية وسياسية، وأن الضريبة تفرض بدون مقابل. هذا خلاصة التعريفات السابقة للضريبة، نجملها في الفروض الأربعة السابقة. حديثنا ينتقل إلى أنواع الضرائب. هناك أولا الضرائب على الدخل. طبعا تتمثل الضرائب على الدخل تلك الضرائب التي تتخذ من الدخل وعاء لها، أي المادة الخاضعة للضريبة هو الدخل الذي يتولد للشخص الطبيعي أو المعنوي، لأنه الهيئات ممكن الأفراد ممكن يكون هيئات، إذا الشخص ممكن طبيعي أو معنوي. المفهوم الدقيق للدخل يتحقق في غايتين. أولا حتى لا تشمل الضريبة بعض الأموال التي لا تعد من قبيل الدخول، وعدم تهرب بعض العناصر التي تعد من قبول من قبيل الدخول. تمام، ما بدنا تهرب وما بدنا نشمل أشياء لا تعد من الدخل، هنا في غايتين. إذا عندنا طبيعي ومعنوي حتى لا يتهرب أحد من الضرائب، وحتى لا تفرض ضريبة على أشياء ليست من الدخول. طبعا لتحديد مفهوم الدخل، لأنه نتحدث عن الضرائب عن الدخل، نتحدث عن نظريتين. النظرية الأولى من حيث نظرية أو النظر إلى الضريبة من ناحية المصدر الذي يأتي منه، إذ يجب أن يتسم بالدورية والانتظام. طلع على مصدر الضريبة الدخل، بده يكون عندنا دورية وانتظام. هذه بتسمى بنظرية المنبع، تقوم على المصدر والدورية والانتظام. الثانية نظرية وهي تحدد الدخل من خلال النظر إلى الزيادة في القيمة الإيجابية التي حصلت في ذمة المكلف خلال فترة أو مدة زمنية معينة. هذه النظرية بالقيمة الإيجابية. إذن عندنا نظريتين، نظرية المنبع ونظرية القيمة الإيجابية. شروطها طبعا نظرية القيمة الإيجابية، أولا المنبع، نتكلم عن هذه النظريتين أو شروط الضريبة. أولا نتكلم عن المنبع،
تكلم حيث يعد ما يحصل عليه المكلف بصفة دورية منتظمة من أموال وخدمات يمكن تقييمها بالنقود دخلا وفقا لهذه النظرية. إذا وفق نظرية المنبع، أي شخص مكلف بصفة دورية ومنتظمة يحصل على أموال وخدمات يتم تقييمها بالنقود تعتبر هذا الدخل. لكي يعد الإيراد دخلا وفق هذه النظرية لابد من توافر شروط وفق نظرية المنبع، حتى نعتبر أن الإيراد هذا هو عبارة عن دخل، بده يكون في مجموعة من الشروط، أولها الدورية والانتظام وإمكانية التقييم بالنقود وثبات وديمومة المصدر وعنصر المدة. حتى يعد الإيراد دخلا يجب أن يحصل عليه المكلف في مدة معينة تنتهي بآخر تاريخ آخر، وعادة تحدد هذه المدة بسنة. ثم استغلال مصدر الإيراد، هذه مجموعة من الشروط الواجب توافرها حتى نستطيع أن نقول أن هذه الضريبة تستحق على الدخل. إذا نقول هذا دخل و يستلزم فرض ضريبة عليه، ضريبة الدخل، في بعض الشروط الواجب توفرها في هذا الدخل، وهي الدورية والانتظام، إذ يأتي بصفة متجددة كل ما انتهت المدة التي يقدر فيها. وعلى ذلك فإن الإيراد الذي يحصل عليه الشخص كجوائز السندات واليانصيب أو ارتفاع قيمة الأصول الثابتة تجاه أسعار ارتفاع الأسعار يكفي في تحقيق هذا الشرط أن يكون الدخل ذو طبيعة متجددة ومتكررة. إذا عندنا مجموعة من الشروط اللي بدنا نعتبر الدخل الإيراد دخل ممكن فرض عليه الضريبة مرة أخرى، وهي وفق المنبع، وهي الدورية والانتظام، إمكانية التقييم بالنقود، وثبات وديمومة المصدر، وعنصر المدة البداية والنهاية، واستغلال مصدر الإيراد. في عندنا ثانيا القيمة الإيجابية، نظير القيمة الإيجابية تعد دخلا وفقا لهذه كل زيادة إيجابية لذمة المكلف خلال مدة معينة أيا كان مصدرها. إذا وفق نظرية القيمة الإيجابية تعد أو يعد الإيراد دخلا وفقا لهذه لكل زيادة إيجابية لذمة المكلف خلال مدة معينة أيا كان مصدر هذه الزيادة، في مدة معينة أيا كان مصدرها زيادة بتكون إيه هذا الدخل، أي تعد دخلا. القيمة الإيجابية تعد أو تعد دخلا كل ما يحصل عليه المكلف في فترة من الفترات من مزاولة عمله الاعتيادي عن طريق مباشرة نشاط كالأرباح الناجمة عن بيع الأسهم والسندات والأرباح من بيع عقار. هذه النظرية يجب أن نتطلع القيمة الإضافية الزيادة في الربح. الضريبة تفرض على الدخل أكثر من طريقة، إحنا نتكلم عن طريقتين، هي نظام الضريبة على مجموع الدخل ونظام الضريبة النوعية. إذا فرض الضريبة على الدخل يتم بكم طريقة؟ طريقتين، هما نظرية نظام الضريبة على مجموع الدخل ونظام الضريبة النوعية. القاعدة العامة أن الضرائب على الدخل دائما تنصب على الدخل الصافي لا على الدخل الإجمالي، هذا بدنا نعلمه من القاعدة العامة، على صافي الدخل وليس على الدخل الإجمالي هذه الضريبة تحرم. تمثل تكاليف الدخل في الحد الأدنى اللازمة للمعيشة بالنسبة للشخص الطبيعي لأثمان مستلزمات الإنتاج فوائد قروض استهلاك رأس مال. إذا تكاليف الدخل تتمثل في الحد الأدنى اللازمة للمعيشة بالنسبة للشخص الطبيعي. نتكلم أولا، نتكلم عن الضريبة تفرض على الدخل بطريقتين، الطريقة الأولى الضريبة على مجموع الدخل، واثنين الضريبة على النوعية. نشوف الأولى، وفقا لنظام الضريبة على مجموع الدخل فإن الدخل المكلف الذي حصل عليه خلال السنة يجمع في وعاء واحد بصرف النظر عن مصادر، نجمع كل الدخل مجموع الدخل بصرف النظر عن مصدر هذا الدخل سواء كان أرباح تجارية أو صناعية أو فوائد ودخل عقاري، ويتم فرض عليه ضريبة دخل واحدة. إذا مجموع الدخل في نظرية الضريبة النوعية على الدخل بموجب هذا النظام، فإن دخل المكلف يقسم إلى أنواع بحسب مصدره، وتفرض ضريبة مستقلة على كل مصدر من هذه المصادر.
دخل المكلف يقسم إلى أنواع حسب المصدر. هناك نجمع إجمالي الدخل بغض النظر عن المصدر، نفرض ضريبة واحدة، لا، لكن في الضريبة النوعية حسب نوع ومصدر كل دخل نفرض ضريبة مستقلة على كل مصدر من هذه المصادر. النوع الثاني من أنواع الضرائب نتحدث عليه عنه بعد ما تحدثنا عن ضريبة الدخل فروضها أن نتحدث إن شاء الله تعالى على الضرائب على رأس المال، الضرائب على رأس المال. طبعا الضرائب على رأس المال تتمثل في تلك الضرائب التي تتخذ من رأس المال وعاء. ضرائب على الدخل، دخل وشروط، إذا بنعتبره دخل مجموعة من الشروط. الآن الضرائب على رأس المال تتخذ من رأس المال وعاء لها، ضرائب على الدخل كانت تتخذ من الدخل وعاء لها. إذا الضرائب على رأس المال هي تلك الضرائب التي تتخذ من رأس المال وعاء لها، ويقصد طبعا برأس المال أو الثروة ما بحوزة المكلف من قيم استعمالية في لحظة معينة، سواء اتخذت هذه القيم شكل سلع مادية كالموجودات الثابتة أو حقوق معنوية كالأسهم والسندات أو على شكل نقود. إذا الدخل رأس المال، آسف، رأس المال الثروة اللي بحوزة المكلف من قيم استعمالية في لحظة معينة، سواء موجودات ثابتة أو حقوق معنوية أو حتى أسهم وسندات أو على شكل نقود. هذه الضريبة على رأس المال في لحظة معينة، كل ما بحوزة، هي رأس مالك، كل ما بحوزتك في لحظة معينة، القيم الاستعمالية في لحظة معينة، سواء أسهم، سندات، نقود، موجودات ثابتة، سلع مادية، حقوق معنوية، وهكذا. الضرائب على رأس المال أنواع، منها الضريبة العادية على رأس المال. الضريبة العادية على رأس المال تفرض على قيمة الثروة للمكلف بها كلها أو على بعض عناصرها، عادة تكون أسعارها منخفضة. الضريبة على قيمة الثروة للمكلف، بنتكلم عن ضريبة عادية على رأس المال، لاحظ إنها بتفرض على قيمة الثروة للمكلف بها كلها أو على بعض عناصرها، وعادة تكون أسعارها منخفضة لأن وعاءها من الضخامة، مما يسمح في الحصول على إيرادات غزيرة. الإيرادات الغزيرة تحقق من الضريبة على رأس المال. في الضريبة الاستثنائية على رأس المال، هذيك عادية اعتيادية على رأس المال، هنا ضريبة عادية. إذا في عندنا ضريبة عادية على رأس المال، هذه تكون غزيرة، تفرض على قيمة الثروة للمكلف أو بعض عناصرها. الضريبة الاستثنائية تفرض هذه الضريبة بسعر أعلى، لكن ما يسوغ ارتفاع سعر هذه الضريبة هي الظروف الاستثنائية اللي بتمر فيها الدولة عندما تكون بأمس الحاجة للأموال. وعرفت هذه الضريبة في كثير من أوروبا الغربية من دولها بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، واستخدمت إيراداتها لتسديد الدين العام بشكل رئيسي. إذن هي من اسمها ضريبة استثنائية على رأس المال، في ظروف استثنائية تفرضها الدولة. في بعد الضرائب العادية والضرائب الاستثنائية على رأس المال، في الضرائب على التركات، اسمها التركة ما يتركها المتوفى، وهي الضرائب التي تفرض، يعني الضرائب التي تفرض على مجموع ما يملكه الفرد في لحظة زمنية معينة، هي الوفاة، لحظة الوفاة ما يمتلك الفرد هذه التركة، إذا يفرض عليها ضريبة على التركة. هذا يسمى النوع الثالث بعد الضرائب العادية على رأس المال والضرائب الاستثنائية على رأس المال، الضرائب على التركات. كمان مرة، هي الضرائب التي تفرض على مجموع ما يملكه الفرد في لحظة زمنية معينة، هي الوفاة. فتتخذ هذه الضرائب أنواعا مختلفة، إما تفرض على مجموع التركة أو على نصيب كل وارث، أو على مجموع التركة ثم على نصيب كل وارث. إما إذا كيف تفرض على مجموع التركة أو على نصيب كل وارث أو على مجموع التركة، وتقسم على نصيب كل وارث. ثانيا، بعد ما تكلمنا عن الضرائب على الدخل وضرائب رأس المال، نتحدث عن الضرائب غير المباشرة. الضرائب على الإنفاق، في الضرائب على الدخل تحدثناها، وفي الضرائب على رأس المال حديثنا ينتقل للضرائب على الإنفاق. الضرائب على الإنفاق هي التي تفرض على استعمالات الدخل والثروة بمناسبة إنفاقه، على استعمالات
ليست الدخل، على استعمالات الدخل والثروة بمناسبة إنفاق، بمعنى آخر هي الضرائب التي تفرض على المكلف عند قيامه باستهلاك السلع والخدمات. صورها متعددة، الصور اللي تتخذها الضرائب على الإنفاق متعددة، أبرزها الضرائب الجمركية اللي هي عرفت قديما ومنذ فترة طويلة الضرائب الجمركية، اقترن وجودها بظهور التنظيم الاجتماعي والذي يمثل قيمة الدولة وقيام التجارة بين الأمم والشعوب. تطورت هذه الضرائب بتوسع الحركة التجارية. هذه الفريضة للضرائب الجمركية تعني أنها فريضة إجبارية. إحنا أصلا اتفقنا بشكل أساسي أن كلمة ضريبة يعني إجبارية، يعني اقتطاع نقدي جبري ما في مجال الاتفاق فيها مع الأفراد. هذه الضريبة للضرائب الجمركية هي فريضة إجبارية بتفرضها الدولة لغرض تحقيق مضمون مناهجها السياسية والاقتصادية بدون أن تكون هناك أي خدمات مقابل دفعها. هذه الضريبة يمكن النظر إليها، الضريبة على الإنفاق يمكن النظر إليها من زوايا عدة. أولا من ناحية الوعاء اللي بيخضع للضريبة بدنا نميز بين ضريبة الوارد وهي تفرض على البضائع الأجنبية المستوردة من الخارج برسم الاستهلاك في الداخل، ويلاحظ أن وعاء هذه الضريبة هي البضائع التي تدخل حدود الدولة الجمركية، ضريبة الوارد واردات. وفي الضرائب الصادرة هي التي تفرض على البضائع المصدرة من الداخل الخارج وما يدخل منها إلى المناطق الحرة، أي أن وعاء هذه الضريبة هو البضائع التي تخرج من النطاق الجمركي للدولة. ثم في ضريبة التجارة العابرة، إذا ضريبة وارد، ضريبة صادر، وفي ضريبة التجارة العابرة هي التي تفرض على البضائع بمناسبة اجتياز حدود الدولة عبورا دون أن تكون هذه البضائع معدل الاستهلاك. إذا هذه ليست تعتبر واردة، هي مرور عبور للدولة، هذه الضريبة فقط تكون على البضائع العابرة. من ناحية وحدة التحصيل بدنا نميز أيضا بين الضرائب القيمية أو القيمية والتي تفرض على القيمة النقدية للسلع اللي تتمثل في كلفة السلع مضافا إليها أجور الشحن والتأمين، ثم الضرائب النوعية تفرض على أساس مبلغ على كل وحدة قياسية من السلعة كالوزن أو الحجم أو العدد أو القياس أو المساحة بصرف النظر عن القيمة. إذا عندنا ضرائب قيمية وضرائب نوعية، وفي نوع من الضرائب المركبة اللي بتجمع بين النوعين. إذا هذه من ناحية وحدة التحصيل، سواء فيها ضرائب قيمية وضرائب نوعية وضرائب مركبة بتجمع بين القيمية والنوعين. من ناحية الهدف أيضا ممكن نميز بين الضرائب ذات الأهداف التمويلية والضرائب ذات الأهداف الحمائية. الضرائب ذات الأهداف التمويلية أي التي تبغي الدولة وتهدف الدول منها الحصول على أكبر قدر من الإيراد، تميز هذه الضرائب بشمولها لعدد كبير من السلع وانخفاض أسعارها. هي ضرائب الأهداف التمويلية بتشمل عدد كبير ونفس الوقت أسعارها منخفضة، لكن الضرائب ذات الأهداف الحمائية يقصد بها حماية الصناعة المحلية الناشئة والإنتاج الزراعي من المنافسة الأجنبية. وبنلاحظ بنحاول دائما نفرض ضرائب على الواردات حتى نحمي الصناعات المحلية. من ناحية جدول الأسعار بيمكن نميز أيضا بين الجدول الذاتي أو المستقل والجدول الإنفاقي. الجدول الذاتي أو المستقل هو اللي بتعد الدولة بإرادتها الخاصة دون تدخل أو اتفاق مع أي دولة، يعني جدول مستقل ذاتي ما في اتفاق مع دولة أخرى، أي أنه أساسه إرادة تشريعية داخلية للدولة. بينما الجدول الاتفاقي الذي يوضع بالاتفاق مع بعض الدول، أي أن أساسه التعاقد الدولي بين دولتين أو أكثر ولا يمكن تعديله إلا بالاتفاق، مراعاة لمصالح الدول والاستيراد والتصدير في كليهما. نيجي على النوع بعد ذلك من الضرائب. تعرفنا على ضرائب الدخل وضرائب رأس المال وضرائب الإنفاق. الآن الضرائب على الإنتاج هي الضرائب التي تتخذ من السلع المنتجة محليا وعاء لها. هي ضرائب تفرض على السلع المنتجة محليا، وعاؤها السلع المنتجة محليا وعاء لها. هي الضرائب التي تفرض على الإنتاج المحلي. طبعا الوعاء الضريبي للإنتاج هو السلع المحلية، إذن ضرائب على الإنتاج المحلي هي وعاءها. من الناحية النظرية بالإمكان فرض ضرائب الإنتاج إما بأسعار قيمتها
أو نوعية أو مختلطة. ممكن أسعار قيمية أو نوعية أو مختلطة، إلا أن أكثر أنواع شيوعا واستخدام هي الأسعار النوعية. طبعا تفرض هذه الضرائب في المرحلة النهائية للإنتاج التي تكون عندها السلعة جاهزة للاستخدام أو الاستهلاك. في عندنا الضرائب على التداول والتصرفات، هي التي تنسحب على الدخل أو الثروة عند تداوله أو التصرف فيه. بنلاحظ بذلك أنه عدد من التشريعات المالية الحديثة تفرض الضرائب على تداول الأموال أو انتقالها من خلال التعامل، وتتخذ الصور التي تجد بها هذه الضرائب أشكالا عدة، إذ قد يحصل أن تجبى من خلال لصق طوابع على المستندات أو تجبى نقدا. فضريبة الطابع أن تجبى من خلال لصق طوابع على المستندات أو تجبى نقدا، من خلال الطابع تجبى أو من خلال النقد. ضريبة الطابع والتسجيل تعد أمثلة حية لمثل هذه الضرائب. فضريبة الطابع على بعض عمليات التداول تتم عن طريق تجهيز مستندات كالعقود والكمبيالات والشيكات. أما ضرائب التسجيل فتفترض على تصرفات نقل الملكية، وتثبت هذه العملية رسمية وتثبيتها رسمي. قد كانت هذه الفرائض تدفع من قبل الأفراد مقابل خدمة تؤديها الدول إليهم. تمثل طبعا في تأييد وجود التصرفات من الناحية القانونية، بيد أنه لوحظ في العصر الحديث أن قيمة هذه الفرض أصبحت تفوق الخدمة التي تؤدى نظيرها، بل أصبحت قيمتها تتناسب والوعاء الخاضع لها، ولا علاقة لها بتكاليف الخدمة التي تؤديها الدولة، ولا يراعى أيضا في تحديد مقدار المنفعة اللي بتعود على دفعها. لو انتقلنا لنقطة بعد ذلك، وهي الحديث عن أساس فرض الضريبة، نلاحظ أنه انتشرت نظرية ترد حق الدولة في فرض الضرائب إلى فكرة المنفعة اللي بتعود على دفع الضريبة من خدمات الدولة وهي العقد الضمني. ثم تطورت في العصور الحاضرة نظرية ترجع الضريبة إلى فكرة التضامن الاجتماعي المقترن بسيادة الدولة على سائر أفراد المجتمع. إذا عندنا نظرية بتردها إلى المنفعة، وأخرى بتردها إلى التضامن الاجتماعي، لكن بالشرح بتبين أنه نظرية المنفعة والعقد هكذا نستطيع التحدث عنها، أن تقوم هذه النظرية على أن حق الدولة في فرض الضريبة على الأفراد يعود إلى فكرة المنفعة التي يحصل عليها. الدولة بتفرض لماذا؟ لأنه الأفراد، لأنه في منفعة تعود عليهم من تدخل الدولة لإشباع حاجاتهم العامة، وكان هناك عقد ضمني بين الأفراد من جانب والدولة من جانب آخر يلتزم بمقتضاه الأفراد بدفع الضريبة مقابل التزام بتحقيق منفعتهم العامة في كافة المجالات. نظرية العقد الاجتماعي، نظرية المنفعة هذه أولا، ثم ثانيا نظرية التضامن الاجتماعي. تعتبر هذه النظرية هي الأساس القانوني اللي بتستند إليه الدولة في فرض وجباية الضرائب في الوقت الحاضر. الفكر الحديث بيتجه إلى نبذ نظريات المنفعة أو العقد، وإلى تأسيس حق الدولة في فرض الضريبة على فكرة التضامن الاجتماعي الموجودة بين كافة المواطنين. إذن شبه إلغاء من خلال هذه النظرية لنظرية العقد أو المنفعة، وأن هناك حالة من التضامن يجب أن تكون، وفكرة التضامن بين المواطنين كافة، بناء عليها بتم فرض وجباية الضرائب. تقوم هذه النظرية التضامن الاجتماعي على فكرة جوهرية مؤداها أن الأفراد يسلمون بوجود الدولة كضرورة سياسية واجتماعية. أنا كفرد أسلم أن الدولة ضرورة اجتماعية، ضرورة سياسية تقوم على تحقيق ورعاية المصالح العليا وإشباع الحاجات العامة للمجتمع في مختلف المجالات، ويقضي التنظيم السياسي للدولة أن تقوم بين مجموعة الأوجه، وغير ممكن مثلا ترك الأمر إلى الأفراد لتقدير مقدار مساهمتهم في تحمل التكاليف العامة. في أن الدولة بما لها من سيادة تقوم بإلزام كل منهم بدفع نصيبه بحسب درجة مقدرته المالية. أنواع الضرائب يمكن شرح: المالية العامة، الضرائب السائدة في النظم الضريبية، شراح المالية العامة يقومون على شرحها، يقسموا الضرائب في النظم الضريبية المقارنة إلى قسمين: ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. إذا عندنا نوعين من الضرائب: ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة. ويجمع شراح المالية على اعتبار أن الضرائب على الدخول ورأس المال من الضرائب المباشرة. إذا على الدخل وعلى رأس المال هذه ضرائب مباشرة، والضرائب على الإنفاق والاستهلاك من الضرائب غير المباشرة. يتحدث عنا ضرائب مباشرة تفرض على الدخل وتفرض على رأس المال، والضرائب غير مباشرة تفرض على الإنفاق
تفرض على الاستهلاك. هذه ضرائب مباشره وغير مباشره. بدنا نفرق بين الضرائب المباشره والغير مباشره، حيث ان الضرائب المباشره من ناحيه الطريقه في تحصيل الضريبه، بحيث تكون الضريبه مباشره اذا كانت تحصل بناء على جداول اسميه بين اسم المكلف والوعاء الضريبي، تبين اسم المكلف، تبين الوعاء الضريبي، تبين سعر الضريبه، هتكون مباشره. من ناحيه مدى القدره على نقل العبء الضريبي، بحيث تكون الضريبه مباشره اذا كان المكلف بها قانونيا هو الذي يتحمل عبء الضريبه بصفه نهائيه. ومن ناحيه الثبات والاستمرار النسبي، حيث تعتبر الضريبه مباشره اذا كانت مفروضه على ماده تتميز بالثبات والاستمرار. اما الضرائب غير مباشره من ناحيه الطريقه، تعتبر الضريبه غير مباشره إذا لم تحصل بهذه الطريقة لتحصل الضريبة، وإنما بمناسبة حدوث واقعة معينة. ومن ناحية مدى القدرة على نقل العبء الضريبي، بتكون الضرائب غير مباشرة إذا ما كان المكلف يستطيع نقلها عبئها إلى شخص آخر، تكون غير مباشرة. من ناحية الثبات والاستقرار، تكون الضرائب غير مباشرة إذا كانت مفروضة على وقائع وتصرفات عريضة، أي أنها تفرض بمثابة حدوث واقعة معينة، تكون غير مباشرة. اولا الضرائب المباشره، عندنا الضرائب على الدخل تحتل هذه الضرائب اهميه كبرى، وتعود الى قدره ضرائب الدخل على استيعاب اوجه النشاط الاقتصادي المختلفه بواسطه ضريبه الدخل، ويمكن التعرف على حاله الفرد الحقيقيه من حيث قدرته التكليفيه وقياس طاقته الضريبيه، بحيث تقتطع من الدخل نسبه تتمشى مع ظروفه الشخصيه واعمال مبدا العداله الضريبيه. مفهوم الدخل نعتبر انه هو إنتاج المنشأة، كما أنه يمثل الجانب الموجب في تحديد نتيجة أعمال المشروع من ربح أو خسارة. أما مفهوم الدخل في علم الاقتصاد، يعتبر أنه كل خدمة أو منفعة يحصل عليها الفرد من مصدر معين. إذن الدخل في علم الاقتصاد هو كل خدمة أو منفعة يحصل عليها الفرد من مصدر معين يعرف بالثروة أو رأس المال، وذلك دون النظر إلى نوع الخدمة أو المنفعة أو المصدر. بينما الدخل لما تعرف عليه في علم المحاسبة هي الاهتمام في كل اهتمام فيها على دخل المشروع، علم المحاسبة دخل المشروع كوحدة محاسبية، كما أنه الجانب الموجب في تحديد نتيجة أعمال المشروع من ربح وخسارة. أنواع الدخول، عندنا الإيرادات العادية، في عندنا الإيرادات غير العادية، وفي عندنا الأرباح الرأسمالية. الأرباح الرأسمالية تعتبر الإيرادات العادية، تعبر لنا عن مجموعة تحصل عليه المنشأة مقابل بيع السلع أو تقديم الخدمات، أي أن هذا النوع من الإيرادات تمثل في قيمة ما يدفعه العملاء مقابل السلع أو الخدمات التي تؤديها إليهم المنشأة. بينما الإيرادات غير العادية، بنلاحظ أنه يقصد بها تلك الإيرادات التي قد تتعلق بنشاط فرعي مؤقت أو طويل الأجل، مثل الاستثمار في أوراق مالية بتقوم فيها المنشأة. هذه الإيرادات بيحصل عليها المشروع نتيجة عوامل إدارية أو قانونية أو اقتصادية. بينما الأرباح الرأسمالية هي قيمة المتحصل عليه من بيع أصل من الأصول الثابتة التي تقتنيها المنشأة، كما أن الأرباح الرأسمالية قد تكون أرباح حقيقية في حالة بيع هذه الأصول، ويتحقق من وراء ذلك ربح يتمثل في الفرق بين ثمن البيع والتكلفة التاريخية مطروحة منها حملة الإهلاك. وقد تكون أرباح غير حقيقية، يكون ذلك في حالة إعادة تقييم الأصول، قد يلجأ المنشأة في تغيير أو إعادة تقييم أصولها. بهيك إحنا ننتهي من شرح الفيديو الأول من الفصل 11 تعلق في المالية العامة. نكمل إن شاء الله تعالى في الفصل أو في اللقاء القادم إن شاء الله تعالى، واستكمال شرحنا، ونتحدث عن الضرائب على رأس المال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.